السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احبكم. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، فلوك جديد. يا ايام العيد وكل عام وانتم بخير، نعاد عليكم بالصحه والعافيه. ان شاء الله العيد الجاي بنوصل 10,000 مشترك وتصير عندنا الفرحه فرحتين. اليوم طالعين مشوار، رح نصور لكم معنا، وان شاء الله بس نوصل رح نصور مع بعض. يلا خلونا نبلش. انا في بعضك مش انا يا عمري يا روحي، انا يحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكنا، وحدي غيرك تسكنا. انا في بعضك مش انا يا عمري يا روحي، انا يحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكنا، وحدي غيرك تسكنا. والليل بدنا نولعها وحدي بدنا نودع، يا ليل كرمالي تعا روح وتركني مع الليل، بدنا نولع وحدي بدنا نودع، يا ليل كرمالي تعا روح وتركني مع. مشتاقة لك مشتاقة اتأملك، يوم وبكرة وكل يوم كل لحظة بعمري لك، كل لحظة بعمري لك. عيوني مشتاقة إلك مشتاقة أتأملك، يوم وبكرة وكل يوم كل لحظة بعمري إلك، كل لحظة بعمري إلك. والليل بدنا نولعها وحدي بدنا نودع، يا ليل كرمالي تعا روح واتركني مع. الليل بدنا نولعها وحدي بدنا نودع، يا ليل كرمالي تعا واتركني معا. حل عيونك في حل دقات قلبي بكملة، انتي اجمل مرة بحياتي بقابلها، بحياتي بقابلها. حل عيونك في حل دقات قلبي بكملة، انتي اجمل مرة بحياتي بقابلها، بحياتي بقابلها. والليل بدنا نولعها وحدي بدنا نودع، يا ليل كرمالي تعا روح وتركني مع. الليل بدنا نولعها وحدي بدنا نودع، يا ليل كرمالي تعا روح وتركني مع. اوكي اساطير، هلا وصلنا لمليتا، هيدا معلم مليتا السياحي. رح نمشي مع بعض يا اساطير ورح نصور لكم ان شاء الله خطوه بخطوه مع بعض. خلونا نبلش، بس الشمس بوجهي هيك مغمضه عيوني. اوكي اساطير، هيدا المدخل، هلا بعدنا داخلين باول مدخل المعلم، كله مناظر طبيعيه.
هاي الشباب الطيبة. الغابة طبعا الغابة هي كانت مكان انتشار المقاومين بالسابق، ففي بعض الأسلحة اللي كانوا يستخدموها المجاهدين في دشم وتحصينات اللي حفروها، وبنهاية الغابة في نفق حفروا المقاومين طبعا حتى يحموا فيه من القصف الإسرائيلي. بعد منه بيرجع في عنا مثل شرطة تشوف المنطقة التحرير عود تطلعوا مرة ثانية. هلا رح ندخل على قاعة الأفلام، تفضلوا الشباب قدامي. عموري دائما هيبة بس بده يوقع. كان صلة الوصل بين الأرض والسماء، فما كانت أرواحهم حبلا متصلا بين الأرض والسماء لا ينقطع، حبلا من نور وأمل وعشق وحب ورجاء وتوكل. هنا سالت دماؤهم فكان الجرح، وهنا قدموا أرواحهم زكية فكان الشهداء. هنا كان السيد عباس يحفظ المجاهدين ويقيم لهم مجالس الدعاء ويودعهم في اللحظات الأخيرة إلى اقتحام المواقع. Thank you.
وهنا منذ البداية وهو الأساس قلب المعرفة واللهفة والعبادة والحب والشوق والعشق. الجهاد، جهاد النفس التي تركت الدنيا ومن فيها وما فيها خلف ظهر وهاجرت إلى الله، إلى الدلال والوديان. وجهاد العدو الذي أراد إذلال أمتنا واحتلال أرضنا وقهر إرادتنا، فرفضت وأبت تلك الأنفس الأبية الوفية أن تقبل بهذا الضيم وبهذا الذل وبهذا الهوان. فكان الحضور الكبير في أرض المقاومة. نعم، هنا بعض حكاية الأرض للسماء.